الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد على ما أولى وله الشكر على ما أعطى، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله أعدم الناس خلقا وأزكاهم نفسا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الكرام المجربة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Praise be to Allah who created and proportioned, who determined and guided. I bear witness that there is no God but Allah alone, without partner. Praise be to Him for what He has given, and thanks be to Him for what He has bestowed. And I bear witness that our Master Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is His servant and messenger, the greatest of people in character, and the purest of them in soul. May Allah bless him, his family, and his noble companions, all you who believe. Fear Allah as He should be feared, and do not die except as Muslims. As for what follows, my dear brothers and sisters, the best speech is the speech of Allah, and the best guidance is the guidance of our Master Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And the worst of matters are those that are newly invented, and every newly invented matter is an innovation, and every innovation is misguidance. أما بعد، فيا أيها الأحبة، اعلموا أن الإيمان أعظم المنن وأجل النعم التي امتن الله بها وأنعمها عليكم، لأنه به تتحقق سعادة الدارين. والإيمان كما نعلم قول باللسان، وتصديق بالجنان، وعمل بالجوارح والأركان. فهو ليس قولك فقط أنا مؤمن أنا موحد. وأهل الإيمان لهم صفات سامية رفيعة وصفهم الله عز وجل بها في كتابه العزيز، فمن ذلك قوله جل من قائل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وقوله جل شأنه: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر وبشر المؤمنين. وقوله جل شأنه: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن بقوله: المؤمن من أمنه الناس على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم. وورد عن ابن عمر رضي الله عنهما قوله: المؤمن كله منفعة، إن شاورته نفعك، وإن شاركته نفعك، وإن ناشيته نفعك، وأمره كله منفعة. وقال بعض الصالحين من السلف واصفا المؤمن: المؤمن رؤيته شفاء، وموعظته دواء، ينتفع برؤيته قبل روايته، خيره بادر وشره نادر، قليل الكلام كثير العمل، إذا غضب لم يخرجه غضبه من حق، وإذا رضي لم يدخله رضاه في باطل، وإذا قدر لم يأخذ أكثر مما له، بشره في وجهه وحزنه في قلبه، أوسع صدرا وأخفى نفسا، زاجرا عن كل شر، هامرا بكل خير، لا حقود ولا حسود ولا مرتاب ولا سباب ولا عياب، يكره الرفعة ويبغض السمعة، طويل الهم كثير الغم، حريف الصمت عزيز الوقت، لا متفاخر ولا متهتك ولا متكبر، ضحكه تبسم واستفهامه تعلم ومراجعته تفهم، لا
لا يبخل ولا يعجب ولا يضجر ولا يجهل، قليل المنازعة جميل المراجعة، عدل إن غضب رفيق إن طلب، خليص الود وثيق العهد وفي الوعد، شفوق وصول حليم حمول، قليل الفضول راض عن مولاه، مخالف لهواه لا يغلظ على من يؤذيه ولا يخوض فيما لا يعنيه، إن سب وأوذي لم يسب، وإن طلب ومنع لم يغضب ولا يشمت بمصيبة ولا يذكر أحدا بغيبة، هشاش بشاش لا فحاش ولا غشاش، كظام بسام دقيق النظر عظيم الحذر، فهذا هو المؤمن حقا، ومما وصفهم به ربهم عز وجل قوله: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. All beloved ones, know that faith is the greatest of blessings and the most important of favors that Allah has bestowed upon you and granted for you. For through it, the happiness of both worlds is realized. And faith is defined as a saying with the tongue, a belief with the heart, and an action with the organs. It is not just merely your saying, I am a believer. And the people of faith have lofty, high qualities that Allah subhanahu wa ta'ala, the Almighty, described them with in His noble book. From that is His saying, exalted be He, the believers are only those who, when Allah has mentioned, their hearts tremble, and when His verses are recited to them, their faith increases and they rely on their Lord. Those who establish prayer and spend from what we have provided for them, those are the true believers. They have degrees with their Lord and forgiveness and generous provision. And His saying, subhanahu wa ta'ala, the repentant, the worshippers who praise their Lord, the fasting, the bowers, the prostrators, those who command what is right and forbid what is wrong, and give good tidings to the believers. And His saying, subhanahu wa ta'ala, the believers are only those who believe in Allah and His Messenger, sallallahu alayhi wa sallam. Then never doubt and strive with their wealth and their selves in the way of Allah. Those are the truthful. And the Messenger of Allah, sallallahu alayhi wa sallam, described the believer by saying, the believer is one whom people trust with their lives, their honor, and their wealth. And it was narrated that Abdullah ibn Umar, may Allah be pleased with both of them, said, the believer is all benefit. If you consult him, he will benefit you. If you take him as a business partner, he will benefit you. If you walk with him, he will benefit you. If you neighbor him, he will benefit you. And all his affairs are beneficial. And one of the righteous predecessors was quoted describing a believer as, the believer's sight is healing, and his admonition is medicine. One benefits from seeing him before hearing him narrating something. He is fast to do good deeds, and his evil deeds are rare. He speaks little, but acts a lot. When he gets angry, his anger does not take him out of right. And when he is pleased, his pleasure does not enter him into falsehood. And if he has power, he does not take more than what belongs to him. His cheerfulness is on his face, and his sadness is in his heart. He has an exceptional and expanded chest and acts humbly. He forbids all evil and commands that which is good. He is not spiteful, envious, doubtful, abusive, nor is he fault-finding. He hates elevation, despises fame,
despises fame, and he has long-lasting worries and many sorrows. He is an ally of silence and values his time. He is not boastful nor arrogant. His laughter is a smile. His questioning is learning, and his review is understanding. He does not skimp nor hurry, nor does he get annoyed or aggressive. He disputes little and comes back beautifully. He is just when angry, but kind when asked for something. Sincere in friendship, trustworthy in covenant, faithful in promise, and gets in touch often. Forbearing, patient in carrying burdens, not nosy, and is satisfied with his Lord while opposing his desires. He does not speak harshly to those who hurt him, nor does he delve into what does not concern him. If he is insulted or hurt, he does not insult back. And if he asks for something but is denied it, he does not get angry, nor does he gloat over calamity. He does not backbite. He is gentle and cheerful, neither obscene nor deceitful, smiling, meticulous, and very careful. This is truly the believer. And among what Allah subhanahu wa ta'ala described the believers with is his saying, successful indeed are the believers, those who are humble in their prayers, and those who turn away from vain talk, and those who are active in praying, in paying zakah, and those who guard their private parts, except from their wives or what their right hands possess, for then they are not to be blamed. And those who are faithful to their trusts and covenants, and those who guard their prayers, those are the inheritors, those who will inherit paradise, they will abide therein forever. عباد الله إن الإيمان إذا تمكن وتغلغل في القلوب أضفى على صاحبه قوة ترعاه في كل سلوكياته وتجعله مصداحا للخير مغلاقا للشر وتصونه عن كل انحراف وتشدد وتعصب وإذا تكلم كان واثقا من قوله وإذا اشتغل كان متقنا لعمله وإذا اتجه وجهة كان واضحا هدفه وإذا خالط الناس كان على بصيرة من أمره يتعاون معهم إذا وجدهم على صواب وينصحهم إذا وجدهم على خطأ وينأى بنفسه عن اتباعهم فيه ممتثلا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال لن تكونوا إمعة تقولون إذا أحسن الناس أحسننا وإن ظلموا ظلمنا ولكن بطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا. All believers, when faith takes hold and penetrates the hearts, it confers upon its possessor a strength that protects him in all his behaviors and makes him a key to goodness and a lock to evil. It protects him from all deviation, extremism, and fanaticism. So when he speaks, he is confident in his speech. When he works, he is proficient in his work. When he heads towards a goal, his aim is clear. When he interacts with people, he is insightful in his affairs. He cooperates with them when they are right and advises them when they are wrong. He distances himself from following them if they insist on the wrong. Following in that the command of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, when he said, do not be like those who say, if people do good, we do good, and if they do wrong, we do wrong. But accustom yourselves that if people do good, you do good, and if they do wrong, you do not do wrong. Ayyuhal Muslimun, rawa Anas ibn Malik radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kharaja yawman فاستقبله شاب من الأنصار اسمه حارثة بن النعمان رضي الله عنه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصبحت يا حارثة؟ قال أصبحت مؤمنا حقا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ما تقول فإن لكل حق حقيقة فما حقيقة إيمانك؟ قال عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأضمأت نهاري وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها
وكأني أنظر إلى أهل النار كيف يتعاملون فيها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبصرت أو عرفت فالزم مرتين. عبد نور الله الإيمان في قلبه. All Muslims, Anas ibn Malik, may Allah be pleased with him, the revered companion of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, narrated that the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam went out one day and was met by Haritha ibn al-Nu'man, who was a young man from the Ansar. The Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam said to him, "How did you wake up, O Haritha?" He said, "I woke up as a true believer." The Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam said to him, "Look at what you say, for every truth has a reality. So what is the reality of your faith?" He said, "I have turned away from the life of this world. I stay awake at night worshipping Allah, and I thirst myself during the day fasting. It is as if I see the throne of my Lord appearing, and as if I see the people of paradise visiting each other therein, and as if I see the people of hell, how they are hostile to one another." The Prophet said to him, "You have known, so hold on to that which you have known." Then the Prophet said about him, "A servant who had faith illuminated in his heart." All believers know that faith is light by which hearts live and chests expand. Allah says, "Is one who was dead, and we gave him life and made for him light by which to walk among the people, like one who is in darkness, never to emerge therefrom. Thus it has been made pleasing to the transgressors that which we're doing." And Allah says, "So whoever Allah wants to guide, he expands his breast to Islam. And whoever he wants to misguide, he makes his breast tight and constricted as though he were climbing into the sky. Thus does Allah place defilement upon those who do not believe." And know, my dear brothers and sisters, that faith increases with acts of obedience and decreases with sins. Faith and righteous deeds are two companions that do not separate from each other. So increase in obedience in order for you to increase in faith. Renew your faith and say there is no God but Allah often, for it is the best remembrance. And know that the characteristics of believers are many. I have reminded myself and you of some of them today. So look them up in the book of Allah and in the Sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, and adopt them so that you may be rightly guided. أيها المؤمنون اعلموا أن الإيمان نور تحيا به القلوب وتنشرح به الصدور. قال تعالى: أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وقال جل وعلا: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. واعلموا أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وأن الإيمان والعمل الصالح قرينان لا ينفك أحدهما عن الآخر. فأكثروا من الطاعات فازدادوا إيمانا، وجددوا إيمانكم، وأكثروا من قول لا إله إلا الله فهو أفضل الذكر. واعلموا أن صفات المؤمنين كثيرة. ذكرت اليوم نفسي الخاطئة وإياكم منها بالقليل، فتتبعوها في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتخلقوا بها ترشدوا. اللهم ثبتنا على الإسلام واختم لنا بالإيمان. اللهم اجعلنا لك ذاكرين ونعمتك شاكرين. اللهم اهدنا وسددنا واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رفيع الدرجات، وأشهد أن سيدنا وقدوتنا ومعلمنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله خير الكائنات صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله واعلموا أن من اتقى الله جعل له من كل ضيق مخرجا ومن كل عسر يسرا وكفر عنه سيئاته وأعظم له أجرا، ومن توكل عليه فهو حسبه وكفى بالله وكيلا. Oh, servants of Allah, this is what faith is, and these are the characteristics of its people. So adopt them, and let the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam be the best example for you. He was the best to embody them and adopt them. So follow his path and follow his footsteps and pray for him as your Lord commanded you by saying, indeed Allah and his angels send blessings upon the Prophet, or you who believe, send blessings upon him and peace. O Allah, send upon the bearer of good news, the warmer, the illuminating lamp, constant and inseparable blessings and peace until the day of judgment. عباد الله، هذا هو الإيمان، وهذه صفات المؤمنين، فتخلقوا بها، ولتكن لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فهو خير من تمثل هذه الصفات، وهو خير قدوة صلى الله عليه وسلم، فسيروا على نهجه واقتفوا أثره وصلوا عليه كما أمركم ربكم قائلا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على البشير النذير والسراج المنير، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل بلاد المسلمين أمنا وأمانا. اللهم أصلح ذات بينهم ووحد كلمتهم. اللهم اهدهم وسددهم. اللهم احقن دماء إخواننا في السودان وإخواننا في ليبيا وإخواننا في سوريا وإخواننا في العراق وإخواننا في اليمن وإخواننا في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اصلح ذات بينهم واحقن دماءهم يا أرحم الراحمين. اللهم اسلك بنا مسلك من أيدته ونصرته، وجنبنا مسلك من خذلته وأهنته. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واختم بالصالحات أعمالنا واجعل إلى الجنة مآلنا. اللهم اجعل خير أعمالنا وافرها وخير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع البصير، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.